ناخد بقى الناقد الرياضي والمحرر الرياضي الاستاذ عمرو عزه. صباح الخير يا استاذ عمرو. صباح النور. انا عايز اعرف في البدايه تقييمك لاستعدادات بقى المنتخب المصري لمباراه تونس. احنا بنتكلم على الجوله الاولى وتم الاعلان عن التشكيل المبدئي، يعني تقييمك للاستعدادات والتشكيل. هو في الاول يعني دايما كوبر مثبت التشكيل من ساعه ما مسك تقريبا تدريب منتخب مصر، هو بيعتمد على عناصر ثابته مهما اختلف في الامر، يعني سواء يلعبوا مش بيلعبوا هو نفس التشكيل غالبا اللي هيبتدي بيه، باستثناء مثلا تريزيجيه بس عشان الاصابه، وغالبا هيبقى رمضان صبحي او عمرو ورد، لكن التشكيل هيفضل زي ما هو. ممكن نقطه الخلاف على حارس المرمى سواء الشناوي او الحضري، لكن الدفاع غالبا احمد حجازي وعلي جابر. يعني عشان يمكن احنا اعتدنا برضو يا استاذ عمرو من كوبر ان هو ما بيعملش اي تعديلات الا اثناء المباراه، وده احيانا هو اللي بيفاجئ بيه الناس، واحيانا برضو ممكن ده بيوجه له انتقادات يعني كتيره. انت ليه ما بتبتديش بشكل مختلف من بدايه المباراه؟ هو من وجهه نظري يعني انا شايف ان هو كوبر بيشتغل كده بطريقه صح. هو مثبت العناصر اللي بيعتمد عليها تشكيل واحد خطه واحده، ده اللي عامل يعني زي انسجام بين اللعيبه، يعني ما فيش تغييرات كتيره، فدايما المنتخب بيلعب بطريقه لعب ثابته يعني، وبيقدر في الماتشات الكبيره انه يؤدي. يعني شفنا في بطوله الامم الافريقيه الاخيره المنتخب مسكت، مش حد متوقع ابدا انه يوصل للماتش النهائي، ومع ذلك كوبر فاجئ الجميع انه يوصل للماتش النهائي. تصفيات كاس العالم ان نكسب غانا 2-0 هنا، فدايما كوبر بيفاجئ الناس كلها يعني رغم الانتقادات، يعني كل مره يتوجه له انتقادات بسبب اللعيبه او كده، لكن هو محافظ على لعيبته، بيشتغل في صمت ما بيتكلمش كتير، وده اللي بصراحه حقق نجاح في الفتره الاخيره. طب هل التشكيل المبدئي للمنتخب مناسب لمواجهه تونس؟ يعني هل هذا التشكيل اللي بيعتبر يعني بشكل خلاص اعتدناه، هل بيكون مناسب يعني مناسب لمواجهه اي منتخب او فريق اخر، ولا المفروض انه كان بالنسبه لتونس يكون في طبيعه مختلفه للتشكيل؟ هو ممكن علشان تونس على ارضها، يعني ملعب رادس ده بيبقى ملعب صعب جدا بالنسبه لتونس، ممكن لو هنبتدي بثلاثة مثلا محور ارتكاز في نص الملعب، لكن بالنسبة لكوبر هي الخطة تفضل ثابتة، يعني هيبقى طارق حامد والنني قدامهم عبد الله السعيد وصلاح على اليمين، ويا إما رمضان صبحي عمرو وردة على الشمال وقدام كهرباء، يعني ككوبر هيلعب بنفس الطريقة. لكن ممكن مدرب تاني يفكر إن هو يأمن نص الملعب، وعلى حسب سير النتيجة في الشوط التاني ممكن يفتح بعد كده ويزود لو عايز، لو مثلا لا قدر الله تأخرنا مثلا بهدف. لا قدر الله. طيب استاذ عمرو، يعني برضو كان من ضمن التساؤلات انه هل هيبدا كوبر بان يكون السد العالي كابتن عصام الحضري هو حارس المرمى، ام ان هو ممكن يخلي الحضري في الاحتياطي ويبدا بحارس مرمى اخر؟ هو هي دي نقطه الخلاف بس، يعني هو دي كان في بطوله الامم الافريقيه كان الاستقرار على الشناوي لولا الاصابه اللي بتاعته في اول ماتش، فالحضري نزل بالظبط، يعني انا وتالق الحضري في البطوله. طبعا محدش يقدر ينكر، يعني حضرتك من اسباب وصول مصر للماتش النهائي. طبعا. فهي بس في معلومه ان كوبر كان عايز الحضري واحمد ناجي عايز الشناوي. فهي دي نقطه الخلاف، هو كوبر امبارح اتكلم وقال ان هو يعني استقر على حارس المرمى لكن ما اعلنش عنه، يعني هو ما قالش مين اللي هيبدا اللعب في النهارده. ما قالش. يعني هي دي نقطه بس. ولكن توقعات حضرتك؟ توقعات انا ممكن الحضري. الحضري. يعني انا بصراحه يعني انا شايفه انه ناس كتير جدا قالت امبارح انه الحضري وان هما يعني طبعا السد العالي وقوته، وكمان يعني ناس بدات تتفائل بالمباراه اللي بيكون كابتن عصام الحضري هو حارس المرمى فيها. طب بالنسبه للمنتخب التونسي، يعني استعداداته التشكيل حتى المبدئي اللي تم الاعلان عنه، يعني تقييمك برضو ليه ايه؟ المنتخب التونسي يعني مدرب جديد كابتن نبيل معلول، يعني بعد ما كاسبر زاك مشي بعد نهايه الامم الافريقيه، فده بيدي غموض شويه في الماتش، يعني لسه يعني محدش مثلا عارف كابتن نبيل هيلعب ازاي النهارده، ده اللي كوبر اتكلم عليه برضه، يعني لو مثلا كان مدرب القديم كان ممكن كوبر هيقدر يتفرج ويفهم يتوقع حتى يعني يبقى شاف ماتشات، لكن نقطه ان الكابتن نبيل معلول وطبعا يعني من افضل مدربين في الساحه العربيه والافريقيه، النتائج قبل كده كويسه جدا، فهو يعني ده بس النقطه اللي هي تدي غموض شويه للماتش، لكن تونس كمنتخب يعني بصراحه من اقوى المنتخبات دلوقتي، وظهر بصوره كويسه في بطوله الامم الافريقيه الاخيره، بس للاسف ما كملش، يعني خرج من دور الثمانيه على طول. يعني الماتش هيبقى صعب جدا على منتخب مصر النهارده. يعني
يعني احنا بس هي المشكله يا استاذ عمرو، انت عارف حضرتك يعني احنا مازال ممكن الناس تكون بتاخد في كره القدم بالذات العقده بتاعت شمال افريقيا. دي حقيقة. احنا بالنسبة لنا تونس، يعني تونس والمغرب، المغرب كسرناها الحمد لله في كأس الأمم. تونس احنا ما كسبناش تونس في ماتش رسمي من سنة 2002، فدي لسه قدامنا. يعني كسبناها في ماتش ودي قبل بطولة الأمم الأفريقية، ما جبنا تمام. جون في آخر دقيقة بهذا مروان محسن. يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة ونقدر نعدي تونس، حتى لو نقطة تعادل برضو كويسة. يعني حضرتك متوقع التعادل أم الفوز؟ لا، متوقع التعادل بصراحة، يعني مش أتمنى الفوز الفوز. لكن متوقع التعادل. طب وتوقعاتك برضو في يعني من سوف يسدد اليوم، يعني مين اللي ممكن يكون كوبر معتمد عليهم في يعني في إحراز الأهداف، ولا نسيبها كده إن شاء بنسبة الله كبيرة يعني؟ يعني ربنا يسهل، بس بنسبة كبيرة هو الثنائي المتفاهم محمد صلاح وعبد الله السعيد. يعني هو جاهز خلاص عبد الله إنه يبتدي الماتش حسب التأكيدات الطبية امبارح. هو دول يعني افضل ثنائي بالنسبه لكوبر بيعتمد عليهم يعني. فان شاء فربنا الله يوفقهم يعني ان يا شاء رب الله. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المصري. بشكرك استاذ عمرو عزت المحرر الرياضي شكرا. والناقد الرياضي، بشكرك.